بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أجدد التحية وأشكر مطلق بن علي العنزي على التعليق والإثارة في الشوط الذي انتهى قبل قليل. إذن الشوط التاسع مخصص للإبكار المحليات لأصحاب السمو والشيوخ في هذا المساء الجميل، المساء الفضيل من مساء يوم الجمعة. مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع الصدارة. أيها الأخوة الكرام، ألحق بمقدمة الشوط وبالصدارة وبالقوة الظبي المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن سهيل بن هيان العامري، هو من يتابع الظبي على المركز الأول. بينما المركز الثاني، هنا الوصول من قبل الشايبة المملوكة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن أحمد المتابع المضمر لهذا الشعار. بينما على المركز الثالث من حاف لهجن الرياسة أبو سلطان عيسى بن سعيد الخيلي، هو من يتابع من حاف على المركز الآن الثالث. وفي المركز الرابع هملولة لهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي، ولكن بنت صوغان من تسللت من مركز إلى مركز واحتلت المركز الأول. بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري. انتقل إلى المركز الخامس، الله والأسماء القادمة والشعارات القوية مع المركز الآن. المركز الخامس أيها الأخوة، هناك هملولة وهناك الأسماء وهناك الشائبة، الله 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 الله. هنا هملولة هجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي هو من يتابعها. بينما على المركز الآن، المركز السادس أيها الأخوة، فهنا الشائبة لسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ويمعة بن عتيق الرميثي هو من يتابع الشائبة. بينما هملولة أخرى لهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي هو مضمرا لها مع سابع المراكز. بينما المركز الثامن أيها الأخوة، فهناك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد هو المتابع لفي هذه المسيرة. بينما هنا اسم جديد، هنا الهبيبة مع المركز الآن، المركز الثامن لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهنا محمد بن أحمد بالعكف العامري مع الهبيبة مع هذه المسيرة مع هذا الشعار المتميز. بينما هنا الوصول من قبل سمحة المملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ويمعة بن عتيق الرميثي مضمرا لها مع هذه الانتقالة. هنا وصول من قبل منصورة أيضا لهجن الرياسة ووصولها متميز، محمد بن مبارك المهيري مضمرا لها. هذا هو النداء الأول، هذه هي مسيرتنا، هذه نداءاتنا المستمرة للعشرة الأسماء المتقدمة. أعود مع الشعار الأحمر، أعود مع الشعار الأزرق، أعود مع القوة والكوكبة الثنائية، الكوكبة الثنائية. الله 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 يا بنت صوغان، الله يا بنت صوغان، في مقدمة وفي سيطرة واضحة على الهواء مباشرة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري هو المتابع هو المضمر لبن صوغان. بينما على المركز الثاني، هنا هملولة لهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي ما شاء الله باحثا عن النقطة الخامسة في هذا المساء، أو باحثا عن النقطة الرابعة والخامسة إن شاء الله مع هذا المساء الجميل مع هذا التواصل. بينما على المركز الثالث، هنا أيضا وصول من قبل الشائبة المملوكة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان وروحي أبو علي حامد بن علي بن أحمد هو المتابع. أيضا وصول من قبل الشايبة الأخرى لسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعة بن عتيق الرميثي هو المتابع لها.
مالك مضمر هملولة في الشوط الأول الرئيسي، بينما هنا الوصول من قبل الشائبة، وهناك أيضا من حافل هجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيلي هو المتابع، وصول من هملولة أو لا هملولة مع المركز الآن السابع، المركز السابع هملولة لهجن الرياسة، وسعيد بن شطيط الوهيبي هو من يتابعها، بينما الوصول من الجهة الأخرى من قبل الظبي المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هنا أيضا يتواصل سالم، هنا يتواصل أيضا حمد بن سهيل بن هيان، الوصول أيضا من قبل سمحة المملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ويمعة بن عتيق الرميثي، وهنا أيضا وصول من قبل الهبيبة المملوكة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، محمد بن العكوي العامري هو المتابع الرسمي لها. أعود مع المقدمة، أعود مع القوة، أعود مع الإثارة، أعود مع الانطلاق الأول، أعود مع بن صوغان المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسالم بن حمد بن هيان هو يتابعها، ولكن المركز الثاني التحركات القوية، التحركات من قبل المركز الثاني من قبل كيتها الهملولة على المركز الثاني المملوكة لهجن الرياسة، ما مضمرا لها سعيد بن شطيط الوهيبي، وانتقلت إلى المركز الأول، بينما على المركز الثالث أيها الأخوة الكرام هنا وصول من قبل الشايبة المملوكة لسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعة بن عتيق الرميثي يضمرها مع المركز الآن الثالث، المركز الرابع أيضا من حافل هجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيلي مع رابع المراكز، المركز الخامس هنا سمحة وسمح الله طريق الجميع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ويمعة بن عتيق الرميثي، وأكتفي بهذا القدر، أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة، أعود مع هملولة والشعار الأحمر، الشعار المبدع، الشعار الذي يستمر دائما في العطاءات وفي الخير وفي النواميس المستمرة. تهانينا 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 نقدمها لهجن الرياسة على هذه الإنجازات المستمرة، ومختلف المضمرين الذين يبدعوا وسوف يبدعوا إن شاء الله مع هذا الشعار المتميز. هنا هملولة وهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي، خلاص الشوط شوطك، الشوط شوطك يا مضمر هملولة، هذه تحلق وتعلن على التعليق والتحليق الرسمي والانطلاقة إلى خط النهاية وإلى الناموس وإلى النصر بدون أي أوامر، ما شاء الله. بينما المركز الثاني هنا أيضا بن صوغان مع المركز الثاني، ولكن من حاف من تسللت إلى المركز الثاني هجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيلي هو يضمرها، ولكن هذه هملولة كشفت أوراق الناموس وقال المتحدث الناموس لك وهنيئا لهجن الرياسة والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي، وبالفعل النقطة الرابعة والخامسة والسادسة إن شاء الله في نصيبك ونصيب هجن الرياسة بالانتصارات المستمرة إن شاء الله. هذه لحظات الوصول ولحظات خط النهاية بدون أي أوامر تذكر ولا شبه أوامر تذكر. المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة قدمت عرض ممتاز، تشكر عليه التهنية أيضا لعيسى بن سعيد الخيالي. المركز الثالث بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، المركز الرابع هناك الوصول من الهبيبة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، محمد بن عكوي يضمرها ولكن الإعادة السريعة. المركز الخامس الشايب اللي اسمه الشيخ سلطان بن حمدان زايد مع بن عتيق الرميثي، الإعادة والتوقيت الزمني 9:29 وجزئين من الثانية توقيت هملولة، تهنئة لهجن الرياسة والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الثاني من حاف من قدمت لنا عرض ممتاز أيضا تستاهل كلمة الشكر والإشادة، ولمضمرها عيسى بن سعيد الخيل الملكية نفسها هجن الرياسة، توقيتها الزمني التوقيت يا مخرج، التوقيت يا مخرج، شكرا التوقيت.